عين رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سناتور سابق يخضع لعقوبات روسية في منصب مدير الاستخبارات القومية، ويهدف التعيين إلى تهدئة المخاوف لأن رئيس المنتخب قد يدهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية. وفي سياق آخر، قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب النضج، لافتا إلى أن الوقت مناسب الآن للقيام بذلك باعتبار أن الأخير بات رئيسا. والآن